اليوم إن شاء الله معاكم في مقطع جديد اليوم عندي تحدي وهو نحن لازم نعرف 15 لاعب راح يظهر لنا في الصورة بس قبل ما أبتدي الشخص اللي طلب هذا المقطع حالياً ظاهر عندكم اشترك في القناة اضغط على زر اللايك اكتب تحت في الكومنتات أي مباراة تبينا نسوي عنها ردة فعل أو مقطع تبينا نسوي فيه تحدي او ارسل لي على تويتر، تويتر حقي موجود تحت في الديسكربشن او الوصف، خلينا ندخل على طول اسقوا يا حبيبي، طبعا مثل ما تشوفون مقطع من قناه عرب سبورت رابطهم تحت موجود في الديسكربشن اشتركوا عندهم طبعا راح تظهر لنا بعض اللقطات على حسب اللي مكتوب انها لا تنسى فالمفترض ان احنا نعرفها يعني. اول صوره عندنا هاي سواريز واضحه جدا، هي عضه سواريز، والجواب فعليا لويس سواريز اللاعب اللي بعده ممكن روبن ما ادري بس روبن اتوقع لا والله ديونج دي عليه علي تعال اكتبوا تحت كم واحد عرفتون واضحه ديجو ارماندو مارادونا ما في حق يلعب باليد وميسي بعد فديجو ارماندو مارادونا واضحه جدا اللاعب اللي بعده شكله رونالدو ممكن اه راموس اوكي توقعت رونالدو صراحه اللاعب رقم خمسه الدور الانجليزي اتوقع روني ممكن روني. روني فعليا صح روني تاخرت شوي بس اشوى جبتها هذا معقوله جوارديولا لا 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 ما يسوي الحركات ما ادري من اه فيكتور فالديز انا قلت مدرب مع مدرب هذا من ها من اللي رايح للجمهور ما ادري صراحه من هذا ايريك كانتوانا والله شكل قديم الصوره هذا ممكن ها ايطالي بس من نيستا لا والله روي كوستا ما جاء على بال نهائيا هاي الصوره شايفينها من قبل اتوقع مورينيو اذا ما خاب ظني مورينيو هاي شايفينها من قبل الصوره فعليا جوزي مورينيو موجود في الصوره هذه هذه آه فان بيرسي في كاس العالم اتذكر هاي الحركه بعد صارت فعليا روبن فان بيرسي اتذكر هاي اللقطه كانت خرافيه اللاعب اللي بعده مارسيلو شايف الصوره هاي من قبل اذا ما خاب ظني يعني بس مارسيلو مو مو اقرع لا مارسيلو صح مارسيلو اللاعب اللي بعده اتوقع تشيلي اتوقع ميسي 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 لانه هو الوحيد اللي ينقط في هذا المواقف ليونيل ميسي ضد تشيلي هذا نيمار لا اتوقع واحد خاسر ما ادري من اه رودريغيز ما جاء على بالي من غير زيدان واضحة فعليا زين الدين زيدان هاي اللقطة بعد كانت في كاس العالم هذا انيستا هذا انيستا هاي نهائي كاس العالم اتوقع يعني صح انيستا فعليا أندريس انيستا هو اللاعب الاخير فاكتب تحت كم لاعب عرفت من اللاعبين في نفس الوقت ترى المقاطع عندي مقاطع حاليا جهزتها باذن الله راح تنزل سواء اليوم او بكره باذن الله نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه